أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الحلقة السابقة طرفا من الروايات المرتبطة بالحسين بن روح النوبختي، وأشرنا إلى الظرف العصيب التي كان يعيشه الشيعة والنواب الأربعة في ذلك العصر، وكيف أنهم كانوا تحت عيون السلطة وكانوا يخشون سطوتها. ذكرنا عدة روايات ترتبط بشؤون الحسين بن روح النوبختي في الحلقة السابقة، وهنا نكمل الحديث فيما يرتبط بذلك. الرواية الرابعة، روى جعفر بن محمد المدائني قال: كان من رسمي إذا حملت المال الذي في يدي إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه أن أقول له ما لم يكن أحد يستقبله بمثله: هذا المال ومبلغه كذا وكذا للإمام عليه السلام، فيقول: نعم دعه. فأراجعه فأقول له: تقول لي إنه للإمام؟ فيقول: نعم للإمام عليه السلام، فيقبضه. يعني جعفر بن محمد المدائني عندما كان يسلم الأموال إلى النائب الثاني كان يدقق في خصوصيات المال ويوضح خصوصيات المال: هذا المال للإمام وخصوصيته كذا، مبلغه كذا، مقداره كذا، إلى آخره. يقول: هذا كان رسمي أو دأبي، فصرت إليه آخر عهدي به قدس الله روحه ومعي 400 دينار. هذه الروايات نحن نقرأها حتى المشاهد الكريم والأخوات الكريمات يأنسون بما ورد من الروايات والخصوصيات التي تضمنتها الروايات عن أئمة أهل البيت وعن أصحابهم. يقول: فصرت إليه آخر عهدي به قدس الله روحه ومعي 400 دينار، فقلت له على رسمي، يعني صرت أدقق معه: هذا المال خصوصيته كذا، مقداره كذا، إلى آخره. فقال لي: امض بها إلى الحسين بن روح. وما استلم المال النائب الثاني، ما استلم المال. فتوقفت واستغربت، كيف يعني نائب الإمام المهدي ما يستلم المال، يحولني إلى شخص آخر؟ فقلت: تقبضها أنت مني على الرسم. يقول قلت له: أنا أعطيك إياها على ما عهدته، أنه أعطي المال لك بالخصوصيات وأنت تستلم المال حتى أطمئن ببراءة ذمتي. فرد علي كالمنكر لقولي وقال: قم عافاك الله فادفعها إلى الحسين بن روح. يقول: أكد علي أنه أنا ما أستلم المال، ادفعها للحسين بن روح. من الذي كان نائبا؟ هو محمد بن عثمان. الحسين بن روح ما كان نائبا بعد. فلما رأيت في وجهه غضبا خرجت وركبت دابتي، متجه لوين؟ إلى الحسين بن روح. فلما بلغت بعض الطريق رجعت كالشاك، كأنه يبدو هذا الرجل جعفر بن محمد المدائني مثل عنده وسواس. في زماننا أيضا يوجد بعض المؤمنين عندهم وسواس، يدققون أكثر من اللازم. هذا الرجل سمع من النائب الثاني أنه قد طلب منه أن يسلم المال إلى الحسين بن روح، المفروض كان يستجيب، لكن بقى يشكك، مما يكشف أنه عنده في نفسه مرتبة من مراتب الوسواس. يقول: فلما بلغت بعض الطريق رجعت كالشاك، فدققت الباب فخرج إلي الخادم فقال: من هذا؟ من أنت؟ فقلت: أنا فلان، فاستأذن لي. فراجعني وهو منكر لقولي ورجوعي. فقلت له: أدخل.
فاستأذن لي، أو أدخل فاستأذن لي، فإنه لا بد من لقائه. الخادم قال هذا الرجل يعني النائب الثاني الآن وقت استراحته، انتهى وقت المجلس، الآن داخل مع عائلته، فالآن وقت ليس وقت استقبال. يقول أنا لحيت عليه، قلت فادخل فاستأذن لي فإنه لا بد من لقائه، يعني لقاء النائب الثاني محمد بن عثمان. فدخل فعرفه خبر رجوعي، وكان قد دخل إلى دار النساء، يعني إلى داخل العائلة، إلى دار العائلة. فخرج وجلس على سرير ورجلاه في الأرض وفيهما نعلان، فقال لي ما الذي جرأك على الرجوع، ولما لم تمتثل ما قلته لك؟ قل لماذا أنت عصيت أمري؟ أنا ما قلت لك سلم المال للحسين بن روح، لماذا رجعت؟ الكلام كان واضح، لماذا رجعت؟ فقلت لم أجسر على ما رسمته لي. مبين الرجل عنده وسواس، قل أنا بقيت متردد، ما أشعر، ما مطمئن ببراءة ذمتي، لأنه أنا كل مرة أسلم المال لك باعتبارك نائب الإمام، فكيف تكلفني أن ما هو حق الإمام عليه السلام أن أسلمه إلى شخص آخر وأنت النائب ما تستلم المال؟ فقال لي وهو مغضب قم عافاك الله، فقد أقمت أبا القاسم الحسين بن روح مقامي ونصبته منصبي. والآن بعد هذا النائب الثاني قال لي بعد لماذا تتردد؟ الحسين بن روح نائب عني، وأنا مهيئة، يعني بعبارة أخرى مهيئة لأن يكون نائبا من بعدي. يقول فلم يكن عندي غير المبادرة، فصرت ولا أبي القاسم ابن روح وهو في دار ضيقة، فعرفته ما جرى فسر به وشكر الله عز وجل، ودفعت إليه الدنانير، وما زلت أحمل إليه ما يحصل في يدي بعد ذلك من الدنانير. هذه الرواية الرابعة التي تكشف عن اعتماد السفير الثاني على الحسين بن روح رحمه الله. الرواية الخامسة قال الشيخ الطوسي وأخبرنا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى قال أخبرني أبو علي محمد بن همام رضي الله عنه وأرضاه أن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه جمعنا قبل موته وكنا وجوه الشيعة وشيوخها. قلنا نحن الشخصيات الشيعية جمعنا النائب الثاني، فقال لنا إن حدث علي حدث الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي، فقد أمرت أن أجعله في موضعي بعدي، فارجعوا إليه وعولوا في أموركم عليه. هذه عدة روايات ذكرناها تكشف عن أن النائب الثاني كان يهيئ شيعة أهل البيت بأمر من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ليرجعوا إلى الحسين بن روح الذي هو النائب الثالث. الرواية السادسة، هذه رواية طريفة وتكشف عن استجابة دعاء الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وتكشف عن بركة بعض علمائنا وهو الشيخ الصدوق. قال الصدوق، شيخ الصدوق المعروف، حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الأسود رضي الله عنه قال سألني علي بن الحسين ابن موسى ابن بابويه رضي الله عنه. علي بن الحسين هو والد الشيخ الصدوق. بعد موت محمد بن عثمان العمري السفير الثاني أن أسأل أبا القاسم الروحي أن يسأل مولانا صاحب الزمان عليه السلام أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه ولدا ذكرا. قال فسألته،
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الذي هو والد الشيخ الصدوق في تلك الفترة ما كان عنده أولاد ذكور، فطلب من محمد بن علي الأسود أن يكلف الحسين بن روح الذي هو النائب الثالث أن يطلب من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه أن يدعو الله له بأن يرزقه ولدا ذكرا. قال فسألته فأنهى ذلك، يعني أوصل الأمر إلى الإمام المهدي، ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أنه، يعني الإمام المهدي عليه السلام، قد دعا لعلي بن الحسين يعني بالولد، وأنه سيولد له ولد مبارك ينفعه الله به وبعده أولاده. حقيقة هذه دعوة مباركة، أن الإمام المهدي يدعو لشخص بأن يولد له ولد مبارك، كيف راح يكون هذا الولد؟ قال أبو جعفر محمد بن علي ابن الأسود رضي الله عنه: هذا الرجل الواسطة أيضا ما كان عنده ولد، يقول طمع، يقول أنا طمعت، فسألته في أمر نفسي أن يدعو الله لي أن يرزقني ولدا ذكرا. يقول أنا لما وجدت أن الإمام المهدي دعا لعلي بن الحسين ابن بابويه، يعني والد الشيخ الصدوق، دعا له بالولد الصالح وأخبر النائب الثالث بأنه سوف يولد له ولد مبارك، صار عندي طمع، فقلت أنا أيضا ما عندي أولاد، فطلب من السفير الثالث الحسين بن روح أن يطلب من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه أن يدعو له بالولد الصالح. يقول فلم يجبني إليه وقال ليس إلى هذا سبيل، يعني بالنسبة لك الظروف غير مؤاتية لأن يكون لك ولد. قال محمد بن علي بن الأسود: فولد لعلي بن الحسين رضي الله عنه محمد بن علي وهو الشيخ الصدوق وبعده أولاد، ولم يلد لي شيء. بعدين الشيخ الصدوق ماذا يقول؟ يقول: كان أبو جعفر محمد بن علي الأسود رضي الله عنه كثيرا ما يقول لي إذا رآني أختلف إلى مجلس شيخنا محمد بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه وأرغب في كتب العلم وحفظه. محمد بن أحمد بن الوليد من علمائنا المعروفين، تلميذه الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق كان شابا يافعا يتردد على درس أستاذه محمد بن أحمد بن الوليد، وهو مهتم في طلب العلم وحفظه. فمحمد بن علي الأسود كان إذا رأى الشيخ الصدوق ماذا يقول له؟ يقول: ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلم وأنت ولدت بدعاء الإمام. لأن الإمام المهدي ماذا قال عن الشيخ الصدوق؟ هو ولد مبارك. قال النجاشي وهو يتحدث عن والد الصدوق علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي أبو الحسن شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيههم وثقتهم، كان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله وسأله مسائل، لأنه ذاك نائب وهذا جاي مسافر من قوم إلى بغداد، فعند مسائل وجهها إلى السفير الثالث حتى تصل إليه الأجوبة. يبدو أنه استحى والد الصدوق، استحى أن يطلب من الحسين بن روح أن يدعو الإمام له بالولد الصالح، فماذا فعل؟ ثم كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب ويسأله فيها الولد، فكتب إليه: قد دعونا الله لك بذلك وسترزق ولدين ذكرين خيرين، فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله.
وكان أبو عبد الله الحسين بن عبد الله يقول: سمعت أبا جعفر، يعني الشيخ الصدوق، يقول: أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر عليه السلام. وفي رواية ابن نوح عن مجموعة من مشايخ قم أن علي بن الحسين ابن علي بن موسى ابن بابويه كانت تحته بنت عمه محمد ابن موسى ابن بابويه فلم يرزق منها ولدا، فكتب إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه أن يسأل الحضرة. الحضرة أو الناحية، هذه تعبيرات كانت الشيعة ما يصرحون باسم الإمام المهدي عليه السلام، يقولون الناحية الحضرة، حتى إذا سمعهم شخص ما يرفع تقرير للسلطة وتتم ملاحقتهم. أن يدعو الله أن يرزقه ولدا أولادا فقهاء، فجاء الجواب: إنك لا ترزق من هذه، وإنما راح ترزق من امرأة ديلمية ولدين فقيهين. زين، إذن هذه من الكرامات التي ظهرت للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بواسطة الحسين بن روح رحمه الله. بالمناسبة الشيخ الصدوق من كراماته أيضا أنه بعد وفاته بحوالي 8 قرون ونصف صارت أمطار غزيرة. الشيخ الصدوق مدفون في الري، منطقة الري هي جنوب طهران، هي المنطقة المدفون فيها السيد عبد العظيم الحسني. كان هناك قبر للشيخ الصدوق، هذا الكلام بعد 850 عاما تقريبا من وفاة الشيخ الصدوق. فصارت أمطار غزيرة، فتصدع البناء القائم على قبر الشيخ الصدوق وانهدم بعضه، فظهر جسد الشيخ الصدوق بعد 850 عاما تقريبا، فوجده الناس جسدا سالما حتى آثار الخضاب على أظافره. فوصل الأمر إلى السلطان فتح علي شاه القاجاري، أقبل السلطان هو وحاشيته لينظروا هذه الكرامة، وبالفعل دخل الناس ورأوا هذه الكرامة، فأبلغ بها السلطان فأمر بتجديد بناء قبره. هذا الأمر، هذه الكرامة من الكرامات التي ذكرت مرارا وذكرها عدة شخصيات من المؤرخين والذين يترجمون للعلماء، منهم الخنساري في كتاب روضات الجنات قال: وإني لاقيت بعض من حضر تلك الواقعة وكان يحكيها أعظم أساتيدنا الأقدمين من أعاظم رؤساء الدنيا والدين، وقد ذكر المامقاني تلك الواقعة عن العدل الثقة الأمين السيد إبراهيم اللوساني الطهراني. إذن هذه من المسلمات التي ظهرت كرامة للشيخ الصدوق رحمه الله بعد وفاته، لأنه شخص مبارك ولد بدعاء الإمام المهدي المنتظر. قال ابن سورة: كلما روى أبو جعفر وأبو عبد الله ابن علي بن الحسين شيئا يتعجب الناس من حفظهما ويقولون لهما: هذا الشأن خصوصية لكما بدعوة الإمام عجل الله تعالى فرجه لكما، وهذا أمر مستفيض في أهل قوم. يعني هذه الكرامة المتمثلة بدعاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه لوالد الشيخ الصدوق بأن يرزقه ولدا صالحا أو مباركا،
هذه الكرامة التي ظهرت في الشيخ الصدوق وفي أخيه، فكان رغم صغر سنهما بارعين وحافظين. ونحن نجد الآن من كبار علمائنا الشيخ الصدوق رحمه الله، هذه أيضا من الكرامات التي ظهرت بواسطة النائب الثالث الحسين بن روح رحمه الله، المدفون كما قلنا في بغداد في منطقة الشورجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون مؤمنين حقيقيين ونسير على نفس النهج الذي سار عليه هؤلاء الأعلام. والحمد لله رب العالمين.